وهل بالفعل كان اللعيبه بتبقى جايه التمرين مش معاها مثلا فلوس بنزين العربيه؟ آه. دي حقيقه وحصل مع مين بقى؟ يعني حصلت مع عبد الشافي وحصلت مع كذا لعيب قبل كده، بس انا وقعت عبد الشافي عشان انا كنت شاهد عليها يعني. يعني احنا في التمرين متجمعين فبنسال عبد الشافي فين، فيا جماعه ما فيش فلوس ومش عارفين يعني. فغصب عنه يعني. ما جاش التمرين. لا ما جاش التمرين، وعبد الشافي من اللعيبه اللي انت عارف يعني ماشي. آه انا مش محتاج عشان الالتزام في كل حاجه في الملعب في حياته عامه. لا عبد الشافي قدوه لاي حد يعني، قدوه وتاريخ لاي لعيب عايز يمشي حاجه محترمه. طب وانت حصل لك في الفتره دي برضو موقف او حاجه زي كلنا انا بقى بعت شقتي. طب اقول حاجه، انا كنت راكب رايح بمازدا 3 من الاتصالات، بعتها وركبت كيا. ليه بقى الليفل؟ عشان ما فيش فلوس. عادي المفروض ده نادي الزمالك. المفروض نادي الزمالك بقى. لذلك حتى ما كناش بنعرف نجيب يعني. مع احترام اللعيبه اللي جت كلها الفتره دي، انا بشكرهم طبعا ان هم استحملوا النادي اساسا. يعني في لعيبه ما تستحملش النادي، مع اول سوري قلم بتاخد بتمشي وتعمل مشاكل وبتمشي وتخلع من النادي. لا اللعيبه دي استحملت اللي ما حدش استحمله فعلا. ظروف ماديه واداريه وكل حاجه. طب الناس بتقارن دلوقتي على السوشيال ميديا، يقارنوا اللي هو الفتره دي والفتره الحاليه لنادي الزمالك. لا مفيش مقارنه تماما. ما فيش لعيب من الفتره دي يستحمل اللي احنا استحملناه الفتره بتاعت 2009 و2010. ضغط جماهيري قوي جدا. انت النهارده السوشيال ميديا والجماهير ممكن تطفش اللعيبه وتقعدها في البيت. انت كان بيقعد لك في المدرج 30,000 و40,000 و50,000. الفتره دي ما فيش فلوس واللعيبه مش عارفه تيجي التمرين عشان ما فيش فلوس وما بياخدوش مرتبات. كان الجماهير كان ردكم ايه؟ يعني دايما كنا بنشوف ان في مثلا تواصل ما بين اللعيبه والجمهور. بالذات في التدريب. لان كان زمان النادي زمان كان فيه مدرجات، فكان دايما الجمهور معاك وشايف اللي بيحصل في النادي. كان شايف بقى يعني طب ما انت في نفس الوقت انت ما بتاخدش فلوس، مش عارف تعايش اصلا. ما بس انت هتدي ازاي في الملعب؟ ما هي الناس عارفه مع الجماهير الظروف والشيكاوي اللي كانت بتطلع الاعلام دايما كلها عن النادي زمان. كلها معظم انا بقول لك النادي الفتره دي كان مستباح في كل حاجه عكس دلوقتي. الجماهير كانت ساعتها يعني بتبقى راضي عنكم ان انتوا بتعملوا كده واقفين مع النادي؟ في اوقات كانت بتبقى راضيه جدا وفي اوقات مش راضيه طبعا. ما في الاول وفي الاخر الجمهور مش عايز فريقه تخسر يعني. وانت ساعات كنت بتعمل ماتشات مش كويسه يعني، ما بس بتطلع راضيه عن روحك في الملعب على الاقل يعني. انت على قد امكانياتك بتطلعها، بتطلع طالع موت نفسك في الملعب عامل اللي عليك، ممكن ما يبقاش في توفيق. ف يعني الفتره دي انا بقول لك اللعيبه كانت بتعمل عليها واكتر كمان في ظل المتاح، في الظل اللي كان متاح الفتره دي. انت النهارده اللعيب بيلعب وعنده بيت وعنده اسره وعنده اهل بيصرف عليهم وما فيش فلوس. فانت لما تلاقي تاثير حتى في النادي، انت كمدير فني هتتكلم مع اللعيب تقول له ايه؟ كجمهور هتقول له ايه؟ او انت كرئيس نادي هتقول له ايه؟ عكس دلوقتي النهارده اللعيب ما شاء الله بياخد مرتبه قبلها بكام يوم، فتقدر تحاسب بقى. معلش انا اقدر احاسب واقدر اخلي العقد مربوط بالبطولات عادي جدا. انت زمان هتربط العقد بالبطولات ده اصلا. انت شايف ان العقود بعد تسريب اكتر من عقد في نادي الزمالك، شايف ان العقود دي طبيعيه للاعيبه؟ الفترة اللي احنا فيها شايفها طبيعية بالارقام اللي بنسمعها، لكن اللي مش طبيعي الطفرة اللي حصلت مرة واحدة دي في المادية. لان بص انا كنت قاعد من سنة كده او سنتين بنتفرج على قبل نهاية تشامبيونز ليج اتلانتا وبيلعب باريس سان جيرمان. احلى لعيب في اتلانتا كان بياخد مليون دولار اللي هو الرقم عادي يعني. هنا في مصر عادي اللي هو في مصر عادي اللي هو بيلعب قبل نهاية تشامبيونز ليج يعني حاجة يعني. محمد صلاح ما شاء الله يعني ربنا يحفظه ويبارك له، خد البطوله طبعا اللي هو بالنسبه لنا اسطوره. فتخيل بقى بيلعب نهائي تشامبيونز ليج بياخد مليون دولار. النهارده انت يوم ما بتتكلم مع لعيب بيقول لك انا عايز 10 مليون في عز ما شيكابالا 2010 و2013 وقت هداف الدوري كان بياخد 600,000 بالضرايب. 600,000 والله العظيم دي حقيقه بقى بجد. 600,000 بالضرايب وممكن ما ياخدهمش. بس كان ساعتها هو اعلى حد في الفرقه. لا كان في ناس بتاخد مرتبات كويسه، في ناس بتاخد اكتر منه مرتبات كويسه. بس برضه يعني بالنسبه دلوقتي يعني الكلام فاضي يعني. حسين ياسر جاي من الاهلي ب 800,000 جنيه. فالموضوع كان جاي بياخد اكتر من شيكابالا. شيكابالا كان نجم الفرقه. طبعا ما بقول 800,000 جنيه يعني برضه معلش في 2011 و2012 مش حاجه يعني.